الفريق الذي 7-0 الشوط الأول، بينما بقية الأهداف الخمسة جاءت في الشوط الثاني اللي صارت من جديد لمصلحة مالمو في الطرف الأيمن. هنا المحاولة الآن واللعب الكرة العرضية تصطد وتمر إلى ركلة زاوية أولى. ركلة زاوية أولى إذن، بينما هنا بيكاليسكي محاولة أمامية هذه خطيرة وفرصة لهدف أول، ولكن هنا إلي مجموعة من الطرف الأيسر طويلة أمامية بكرة أمامية طويلة تمر من جديد لمصلحة ميلان، الإبعاد موجود من إلي. نشاهد حتى الآن ميلان ليس هو ميلان، رأسية تعود ورايا، رايا حاضرة، رايا وتسامية، يا السلام، في مكان سليم وفرصة الآن، لو هدى ومررها راح تكون أخطر، لو هدى البرازيلي ويلتون فيكلودو ومررها راح تكون أخطر الآن لمصلحة مالمو، منقولة ولكن اعتراض حاضر. ناسيو أبياتي يأتي الآن، نقلات ميلان في الطرف الأيسر، البحث عن الطرف، وهنا تأتي العرضية، محاولة استلام، هنا استلام في الطرف الأيمن، محاولة من كاسانو بالكعب رائعة وحالة تسلل على كاسانو. بعد 4 أيام ميلان سوف يكون أيضا في بطولة تيم أمام اليوفي والإنتر، ثلاثي إيطالي في هذه البطولة. ونتابع المحاولة لميلان وكاسانو يلعب العرضية، جول 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 جول، جول ثاني، جول ثاني إذن، وهدف التعديل يأتي، هدف التعديل يأتي لميلان بعرضية، محاولة كانت والعرضية تأتي من كاسانو، وباتين يأتي بهدف التعادل. إذن شوف الكرة اللي مرت سليمة أو مرت سليمة وعدت سليمة بلحظة أخيرة، لمسة وهدف. باتينج